شارع عزمي بيك في طرابلس هو شارع تاريخي ويعد أول الشوارع الطرابلسية المستقيمة. هو الشارع الذي يقع عند مدخل المدينة الشمالي ويصلها بالميناء عبر خط مستقيم. ينسب اسمه إلى عزمي بيك والي بيروت عام 1915، وكان قبل ذلك متصرف لواء طرابلس. خلال زيارة عزمي بيك إلى إحدى تلال طرابلس حيث قهوة التل العليا حالياً، تطلع نحو الأفق فرأى البحر على وسعه. عندها أمر بشق طريق مستقيم يصل المدينة مباشرة بالبحر، فكان له ما أراد وعرف الشارع باسمه، وهو الآن أحد أبرز شوارع التسوق في المدينة. هذا الشارع في مدينة طرابلس يمتلك قيمة جمالية وتراثية وتاريخية لابد من الحفاظ عليها، وخصوصا أنه قد مر بفترات ومراحل تاريخية كثيرة من التطور الثقافي والمعماري، بالإضافة إلى أنه يمثل نموذجا لشوارع عديدة مماثلة في مدينة طرابلس، وعليه لابد من الحفاظ على نسيج هذا الشارع. شارع عزمي الذي سمي على اسم والي طرابلس الذي أصبح فيما بعد واليا لبيروت عزمي بيك هو أول شارع مستقيم في هذه المدينة، تم شقه بعد تنظيم ساحة التل ليكون صلة الوصل بين الداخل والمرفأ، حيث أنشئت سكة الحديد أيضا في نهاية العصر العثماني في عهد السلطان عبد الحميد، والتي تولى إدارة إنشائها الوالي عزمي بيك. فذلك نشهد في مطلع هذا الشارع لجهة التل عددا من الأبنية التراثية التي تعود إلى نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20، وكلما مشينا تدريجيا في هذا الشارع فإننا نمر في رحلة زمنية فنجد الأبنية التي تعود إلى فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي بنيت في عهد أو في خلال وجود الاحتلال الفرنسي، ومنها تلك العمارة المميزة المثلثة التي تأخذ شكل زاوية في أول الشارع، والتي فيها أول مصعد في هذه المدينة، ويقال أن الجنرال ديغول قد نزل فيها. وتدريجيا نمر عبر المباني التي تعود إلى الثلاثينيات ثم إلى الأربعينيات ثم إلى خمسينيات القرن الماضي، لنصل إلى المنطقة أو الحي المعروف بحي قاديشة، حيث كانت شركة الكهرباء، لنرى المباني الباطونية التي تعود إلى فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. شارع عزمي هو من أهم وأجمل شوارع طرابلس، الذي يقارن بشارع الحمراء في بيروت من ناحية رقيه، ومن ناحية أنه شارع يدمج بين السكن الفخم في طوابقه العليا وبين المحال التجارية التي تصطف على جانبيه، مع الخضار الذي يميز هذا الشارع على امتداده، والذي شهد خلال فترة نصف القرن الثاني حتى هذا اليوم الحركة الاجتماعية والحركة أيضا الثقافية والفنية، بوجود الرابطة الثقافية بجواره، بوجود عدد من المساجد كمسجد التوجيه، ومتفرع منه أيضا شارع المطران وشارع مارمارون، وفيها طبعا الكنائس التي تشهد الاحتفالات الدينية الهامة للطائفتين الأرثوذكسية والمارونية. ومن هنا فلهذا الشارع ميزته أيضا من ناحية التنوع والتعايش الطائفي، كما أنه قبلة كل الزوار للمدينة من خارجها وداخلها في كل المناسبات وكل الأعياد، حيث يعرض كل المنتجات التي تلبي رغبات كل المناسبات، من عيد الأم إلى رأس السنة إلى الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية.